لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من 14 لورينجنسي يسجل، يضع كرة على يمين بيرانا ونابولي يتقدم 1-0 من نقطة الجزاء. لورينزو إنسيني يضع كرة داخل شباك لاتسيو، الهدف رقم 16 للورينزو إنسيني. إيبل مومسانو يحاول اختراق بوليتار، يسدد والهدف الثاني عن طريق يسارية ماكلة من بوليتانو. باني أباف لاتسوري نابولي، نابولي خلاص انطلق في هذا اللقاء بهدف أول للورينزينيو والثاني يحمل توقيع بوليتانو. بوليتانو تلقى كرة يرجعها للمانيني كويماوا ويساعد الثالث، هو الثالث عن طريق لورينزينيو. المانيفيكو هي دوبيتا يا مانيفيكو، هي دوبيتا يا رايع. لورينزو إنسيني يضع كرة في الشبكة ونابولي يتقدم. تشيلينسكي، تشيلينسكي يلعب كرة عرضية، تسديد والهدف الرابع، الهدف الرابع هذه المرة. ميرتينز، ميرتينز يسجل هدف رايع لجراندي جولياتور، يضع كرة بالزاوية الصعبة في سقف المرمى. 4-0 الجول. مرة أخرى فريق لاتسيو كرة خطيرة والهدف، والهدف، والهدف عن طريق لجراندي. لجراندي سجل تيرو إيموبيلي للمرة السادسة على التوالي، يسجل في مرمى فريق نابولي. تيرو إيموبيلي يسجل الهدف رقم 17 حتى في أسوأ الأحوال. يسوء المانيفيكو، كرة باتجاه المرمى، هدف، والهدف الثاني. روعة منك، روعة، والكرة بالشبكة. سيرجي، سيرجي يسجل، سيرجي يضع كرة بالشباك. سانو عرضية، أوسيمين الخامس، أوسيمين والهدف الخامس، الهدف الخامس عن طريق هذا النيجيري. النصر النيجيري يقتل أحلام النسور بهدف خامس في مرمى. 5-2 فريق نابولي يجيب الخامس. لوسانو اسكي، مالينو، مالينو الى اليتشيت، قوية ولوبيز يتصدى، ينقاد ويتصدي ويردد فعل ويحارس في اللقطة الماضية. لوبيز، 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 لوبيز من جديد ينقذ روما. جاي جيكو يحاول فيها، جيكو نزلها، جيكو ولكنها تعدي. يطالب بوجود ضربة ركنية، حكم المباراة قل شيء من خلال اللقطة الماضية. كرة حولها إلى أقصى جهة اليسار، عرضية إلى منطقة الجزاء، هي فعل ميلانوفسكي. الأوكراني يسجل ويعطي الأسبقية لفريق البيرغامو. هذه المحاولة على الطريق، هنا المحاولة، كرة إلى منطقة الجزاء ولكن بعيدة من روسلان مالينوفسكي الذي سجل ووصل اليوم إلى هدف السادس من خلال زاباتا. يحاول يتقدم زاباتا، كرة عرضية وموريال خلصها، لا خلصها، لا ضيعها، نعم خلصها، لا ضيعها، نعم. موريال ماذا اهترت يا موريال، ماذا، غريبة والله. مختاريان أمام منطقة الجزاء، موري عاتي يتلاعب يصوب، أوه الرد يأتي من مختاريان، الرد يأتي من مختاريان، يظهر أخيرا ولكن كرة على كريستانتي. يتقدم كريستانتي، قوية، أوه هنا سند خطيرة، وجول، وجول ممتاز. ألفارو فرنانديز في مناسبتين، في تصديين يحرم الأتليتيكو، وساول لا يورنتي ولا ساول ولا واحد تمكن من إيصال الشباك. شوف الإعادة التكتيكي والفني، بينما كورة كاراسكو ركنية قبل الجانب التكتيكي والبدني. نتكلم عن كيفية واحدة، فرصة، فرصة، جول، جول
أتلتيكو مدريد من زيارة الشباك عن طريق كوريا، لمسة أرجنتينية تمنح الأفضلية للكتيبة المدريدية. أخيرا كوريا وجد الطريق ولازالت خطيرة، والثاني غير معقول يا كوكي، غير معقول، انفراد واضح أمام المرمى. ألفارو فرنانديز يتصدى، ألفارو فرنانديز يحرم كوكي، انطلاقة من الجهة اليسرى لفائدة الأتلتيكو. ألفارو فرنانديز، هرنانديز أمام رينالدو، عمل ممتاز، يقوم بالرين في ضربة حرة وفي إمكانية تهديد مرمى أوبلاك، تسديدة مرة جانبية، الكرة مرت بمحاذاة القائمة الأيسر، أرسون تضيع، وهذه الأولى لفريق مرت أمام كوريا، والثاني ثاني ثاني جول، جول الثاني لأتلتيكو مدريد. غلطة دي خطيرة، ممكن الجول، ممكن الجول، ممكن الجول، ممكن الجول، ممكن الجول، جول 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 جول. خلاص هو ميسي عند الدقيقة الثالثة، هو ميسي عند الدقيقة السابعة يتقدم. هتافي يتبادل الكرات بشكل جميل، وصلت، الله الله، التعادل يأتي لختافي، ختافي يسجل التعادل، وما أدري الفرنسي الليلة الفرنسي. أوه جول 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 من سفيان، بالخطأ من سفيان، شاكله اللاعب العربي المغربي، لاعب الله الله، جول وتصطاد، جول جول من المتعة، من الجمال، من الرقي. انا اشتريت البنطلون الجينسي ده، هو لونه بلو بلاك، انا عندي اصلا واحد تاني نفس الدرجة، بس دوت جبته عشان هو مش بنطلون عادي يا جماعة، هو بنطلون حمل عبارة من على الوسط، من هنا بيبقى قماش وبيتضيق وبيتوسع، يعني برضه هتستفادي منه لما تولدي ان شاء الله ان انتي تلبسيه عادي، لانه ممكن تضايقيه. هو حلو جدا وكويس بصراحة، وسعره كويس، ويعني هتستفاد منه اكتر الحوامل، ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، وهيبقى كويس على بطنك عشان ما يبقاش ضيق او كده. والبنطلون ده انا كنت جايباه من موقع النت اونلاين، يعني انا عمري ما اشتريت حاجه اونلاين، بس بصراحه لما جربت البنطلون ده خامته كويسه جدا، والمحل اللي اشتريت منه اونلاين كويس جدا جدا.